الاسم ديالي ناشط مجيدة، انا شيفورة ديال طاكسي كبيرة وعندي جوج وليدات طه وعبير الله يخليهم ليا، وربت بيت وبالنسبة للسن ديالي انا عندي 44 سنة والحمد لله انا تنفتخر بالمهنة اللي انا خدامة فيها، وبما اني انا تندخل الحلال على ولادي ما تهمنيش التمرة اللي كنت بالنسبة لي انا اختاريت هذه المهنة لان الوالد ديالي المهنة بالذات كتعجبني بزاف، تقبلوا وفرحوا. اختي الكبيرة جات لي بوكيت فلور اول نهار خدمت فيه، جات لي بوكيت فلور هنأتني بهاد العزيمة اللي انا درت، وهاد يعني ماشي مهنة سهلة بالنسبة للمهنة، وسط من مرأة وسط من 7000 راجل ما سهلاش، هنأتني بها. بالعكس بالنسبة أنا هذا المنبر هذا تنحيي الشعب المغربي اللي تيعطينا واحد الاهتمام وتيفرح لدرجة ما تتصورش، كيفرح ملي كيشوف مرا سايقة وتيشجعونا تيحفزونا، لأن شافوا مرا سايقة طاكسي راه ماشي حاجة سهلة، والصعوبات اللي كنلقاو بالنسبة للسائقين الطاكسي، بعض السائقين الطاكسي هما اللي كنلقاو معاهم مشكل. مشكل. بحال كتهبطي لي من معنوياته، بحال كتهبطي لي من العزيمه ديالو. بالنسبه لبعض الرجال تيشجعونا، كاينين سائقين انا ديزامي ديالي سائقين كيشجعوني، عاجبهم الحال فرحانين، تيقول لك ما كرهناش بزاف النساء يديروا هذا. بالنسبه للنقابه انا لحد الان لحد اليوم انا منخرطه تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل اللي هو الرئيس ديالها مصطفى الكيحل، وانا تنفتخر بانني انا مع هاد السيدة اللي تحترم المرأة وتقدرها وتشجعها، وما كيبغيش واحد يحقرها ولا بالنسبة واحد الاحترام التام بحال عائلته بحال دارو. كيقول لك المرأة نديرها امي نديرها اختي نديرها بنتي نديرها مرتي، احترم داري غنحترم اي امرأة اي دومين. بالنسبة لليوم العالمي للمرأة انا تنهنأ كل امرأة مغربية سواء خدامة سواء ما خداماش، انا كنهنأ اي امرأة في العالم كامل، وكنقول لها مبروك عليك هذا النهار، الله يدخل علينا كاملين بصحة وسلامة، ومتمنينا كاملين جميع النساء. ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.